باش ضربها بشي حاجه؟ لا لا قجها قجها ولد الحرام. قلتي لي شرا شي موش هنا في شلا الموس؟ خلاص شلا الموس وضربين لهنا ضربني في الدار ديالنا. هجم عليا ومشى مشيت للبوليس قلتهم اودي هذا الرجل غادي يقتل بنتي. قال لك واحد البوليس يقتل، قال لك يقتل ما يمكنش يقتل، يقتل مرتو ما يمكنش يقتل مرتو. تنطلب الملك لسيدنا، تنطلب يشد الحاق، يشد الحاق سيدنا، شد الحاق. هذا الوحش، هذا الوحش قتل بنتي على وحده اللي عندي، على وحده والله على وحده، على وحده اللي عندي. تنطلب سيدنا يشدني الحق. القضية اللي غادي نشارك معاكم اليوم كيف العادة مغربية، الأحداث ديالها غادي يسافروا بنا لمدينة خنيفرة، وغادي نبدأ لكم بالهضرة من عند منال. وطبعا هذا غير اسم مستعار. منال من مواليد 1989، تزادت وكبرات في مدينة خنيفرة. والديها طلقوا ملي كانت باقي صغيرة، وكيف العادة وطبعا ما غاديش ينعمو، ولكن صراحة في أغلب الأحيان من بعد الطلاق الأم هي اللي كتحمل المسؤولية الكاملة ديال وليداتها. الرجل كيطلق المرأة وكيطلق معها حتى وليداتهم. المهم الأم ديال منال من بعد ما طلقات هزات بنتها ورجعت لدار باها، وهنا منال كتكبر وسط العائلة ديال الأم ديالها. وخا كانوا ناس فقراء والحالة المادية ديالهم كتر من بسيطة، ولكن كانوا راضيين وعايشين بداكشي اللي قسم الله. جدها كان هو المعيل الوحيد ديال هاد العائلة، وكان غير كيبيع ويشري في الخضرة، والمدخول ديالو كان قليل بزاف. وعاما ورا عام السيد كبر وما بقاش يقدر يعطيه كيف الاول. وهنا الام ديال منال غادي تعري على دراعها وغتخرج تخدم، والمسؤولية ديال العائلة كاملة غادي تحملها هي. الاب ديال منال عمره ما سول في بنته ولا عرفها شنو ناقصه. منال من نهار فتحات عينيها وهي كتشوف الوالدة ديالها كطيح وتنوض وتحاول أنها توفر لها جميع الطلبات ديالها. ما خلات فين خدمات، جفات القهاوي، خدمات في الفيرمات، خدمات في الديور، ولكن ضروري ما يجي راس الشهر حتى تلقى راسها عامرة كريديات. ومع أن الأب ديالها كان كيعاونها شوية، ولكن والو، الحركة عيانة والمعيشة غير ما كتزيد تغلى. هنا منال وفي ظل هاد الظروف ديال الفقر اللي كيعيشوهم غادي تقرر أنها ما تكملش قرايتها، وغادي تخرج من البكالوريا، وغادي تقرر انها تقلب على خدمه اللي ترتاح بها جدها والام ديالها. ولكن من بعد ما قلبات مزيان ومع هي ما عندها حتى شي ديبلوم ولا صنعه ما لقاتش. وهنا بالضبط بدات فكره الحريق كدور ليها في راسها، والحاجز الوحيد اللي كان عندها هي الام ديالها، حيت منال هي البنت الوحيده اللي عندها، ففرقها كان صعيب عليها بزاف. ولكن هي حاولت ما أمكن أنها تقنعها، وبدات كتعطيها أمثلة، شوفي فلانة مشات وشوف دابا فين وصلات، وهضرة فحال هادي. حتى في الأخير تقنعات ووافقات. هنا منال غادي تحرق لإسبانيا بطريقة غير قانونية، فحالها فحال أغلب المغاربة اللي كيمشيو لإسبانيا حارقين. والحمد لله غادي تقدر من أنها توصل. ومن بعد ما وصلت بواحد المدة لقات خدمة وبدات كتعلم الإسبانية، والأمور ديالها شوية بشوية كتحسن. وهنا بدات كل شهر كتصيفط لعائلتها مبلغ ديال الفلوس. الام ديالها كانت مفتخره بها بزاف، لا قدام العائله ولا الجيران. بنتها الوحيده معاونها على الزمان، وخا تغربات ما نساتهاش. واللي اكثر من هذا الشيء كانت موعدها غير تصاوب ورقاتها تجيبها تعيش معها تما. وكل شيء ولا عارف منال علاش قاده البنت اللي دارت حياتها ومستقبلها في كفه، والام ديالها واحلامها في كفه اخرى. ومشات وكافحات ولات عندها اللغة الإسبانية، والحالة المادية ديالها تحسنت بزاف. وهنا بداو عروض الزواج كيجيوها، ولكن منال ما وافقت على حتى شي عرض، حيت الحلم ديالها كان هو أنها تزوج بشي راجل اللي لاباس عليه، اللي هنيها من الخدمة ومن التمارة، واللي طلبتها تحضر. وهاد الشي ما لمساتوش في هادوك الرجال اللي كانوا باغيين يتزوجوا بها. كلهم كانوا على قد الحال وعاد بادين حياتهم، وباغيين المرأة اللي تعاون معاهم على الزمان. المهم
منال من بعد ما تعلمات اللغه ودارت بزاف ديال الاجراءات باش تبقى في اسبانيا بطريقه قانونيه وصافي ما كان باقي ليها والو وتحقق هذا الشيء، غادي تلاقى مع واحد السيد اللي غادي يبدل ليها حياتها 180 درجه. في واحد النهار مشات منال باش تصاوب شي ورقه على حساب الاقامه ديالها في اسبانيا في واحد الاداره، ومع الدخله بان ليها واحد السيد الملامح ديالو عربيه وكيشوف فيها، ومن حالته باينه فيه لاباس عليه ويكون في الثلاثينات بحال هكا. بقات كتشوف فيه حتى هي شويه قرب لجهتها وسولها واش محتاجه شي مساعده واش هي بنت عربيه. قالت لي هي انا من المغرب وجيت على ود شي ورقه على حساب الاقامه. وهنا من بعد ما عرفها مغربيه عرف ليها راسو بلي هو مهندس بترول من السعوديه وبلي الاسم ديالو ممدوح، وقبل ما يمشي فحالو مد ليها نمره ديال التليفون وقال ليها بلي اذا احتاجتي اي حاجه ما تردديش انك تتصلي بيا وانا غادي نعاونك باش ما قدرت. ومن هاد اللحظه بدا التواصل بيناتهم، ومن بعد مده بسيطه غادي يبداو يتلاقاو. وفوقاش ما كانوا كيتلاقاو كان ممدوح كيجيب ليها الهدايا بسبب او بدون سبب، هدايا اللي غير من تشوفها غادي تبان ليك غاليه بزاف. وطبعا هي كان عجبها الحال ومع بالها كتقول هذا هو الرجل اللي كتحلم به اي بنت. وكيف ما سبق لي وقلت لكم ان منال جاوها بزاف ديال عروض الزواج، ولكن هي كانت باغا شي واحد اللي لاباس عليه، اللي يهنيها من الخدمه ويلبي ليها جميع الطلبات ديالها وديال عائلتها. ومع ان محمود باقي لحد الان عمره ما جبد ليها حس الزواج ولا المعقول، ولكن كان مهلي فيها بزاف، واي حاجه حلات عليها فمها ولا اصلا كاع ما طلباتها كتجي حتى لعندها. وطبعا هاد الشيء كامل بلا خبر العائله ديالها، حيت عائلتها ناس محافظين وما يمكنش تقول لهم بحال هاد الشيء. كانت كتسنى وكتشوف واش محمود ناوي المعقول ولا لا، وداك الساعه اذا كانت شي حاجه عاد تخبر العائله ديالها. كدوز الايام على هاد الحال، وفي واحد النهار محمود غادي يفاجئ منال وغادي يطلب منها الزواج. وطبعا منال هنا غادي تطير بالفرحه وغادي تقبل، حيت واخا هما في الغربه وفي امكانه انه يستغلها، ولكن هو ناويها للحلال والمعقول. وغادي تقول ليه بلي واخا هي قابله ولكن خاصها ضروري تاخذ الراي ديال العائله ديالها. هنا ممدوح غادي يشرط عليها شي شروط اللي بالنسبه ليه بلا بهم مستحيل يكمل هاد الزواج. غادي يشرط عليها باش تسمح فريقاتها اللي كانت عاد دفعهم في اسبانيا وترجع تعيش في المغرب وسط عائلتها وحبابها، حيت هو من بعد الزواج ما يمكنش يخلي مرتو بوحدها في اسبانيا، وبالخصوص انه هو في اغلب الاحيان كيكون مسافر ما بين اليمن والسعوديه، يعني خاصو يخلي مرتو في امان مع عائلتها. ومقابل هذا الشيء غادي يوعدها انه يوفر ليها اي حاجه كتحلم بها، واللي حلت عليها فمها تلقاها حاضره. منال بلا ما تفكر غادي توافق وغادي تسمح في الخدمه ديالها وفوريقاتها اللي ما كان باقي ليها والو تشدهم، غادي تسمح في كل شيء وغادي ترجع معاه للمغرب باش تعلم عائلتها وتزوج به. عائلتها اللي من بعد ما شافوها جات فرحوا بها بزاف، وبالخصوص انهم مده هادي ما شافوهاش. وهنا منال في النهار الاول غادي تهضر لهم على موضوع زواجها وغادي تشرح لهم كل شيء، وغادي تقول لهم بلي ممدوح سعودي والسيد لاباس عليه وعدها باش يعيشها حياه عمرها ما حلمات بها. الام ديالها في الاول غادي تتعصب ملي غادي تعرفها سمحات في الوريقات ورجعات، ولكن ما دامت بنتها غادي تزوج وراجلها قادر يعوضها على كل شيء فمعليش. من بعد ما غادي يوافقوا كاملين على هاد الزواج غادي تستضيفوا ممدوح عندهم في الدار، وغادي يبقى يبات عندهم في الصالون. وبطبيعه الحال منال غادي تكون كتبات في بيتها مع الام ديالها، ولكن نتوما عارفين الجيران غير شافوا السعودي في دارهم وهما يبداو يهضروا، وهادشي اللي غادي يخلي الام ديال منال طلب منه يبدا يجمع الوريقات باش اذا كان بصح ناوي الحلال صافي تزوجوا، ما كاين علاش يبقاو مطولين. وهنا ممدوح بطبيعه الحال غادي يوافق، وبجوجهم غادي يجمعوا وريقاتهم، وممدوح غادي يبدا يصاوب الوثائق اللي ناقصينهم باش يوثقوا عقد الزواج. من بعد ما تزوجوا غادي يديروا حفله بسيطه عندهم في الدار، واخيرا منال غادي تنتقل دار راجلها الجديده اللي كان كاريها ليها في نفس الحي اللي عايشين فيه عائلتها بالخنيفره. وهنا بمناسبه الزواج ديالهم غادي يشري ليها طوموبيل جديده كادو، والامور ديالهم هنا كانت في احسن ما يرام. من بعد الزواج بواحد المده اللي قصيره منال غادي تبدا تلاحظ شي حاجات غراب. ممدوح من بعد الزواج كان خاصو يوثق العقد ديال زواجهم عن طريق السفاره السعوديه، وهذا الشيء جاري به العاده وضروري في الزواج المختلط.
ولكن هو هنا غادي يوثق العقد ديال زواجهم في اليمن. منال حسات بشي حاجه ماشي هي هذيك، ولكن في الاخير درقات الشمس بالغربال وما سولتوش حتى على السبب اللي بصراحه كان واضح. لو كانت جنسيته سعودي كان غادي يوثق عقد زواجهم في السفاره السعوديه، وبما انه وثقوا في اليمن فالفهم يفهم. هادشي كامل منال دوزاتو بجغيمه ديال الماء، ولكن اللي غادي يزيد يعقد الامور هو التعامل ديال ممدوح معاها. فحال الا هزيتي راجل وحطيتي اخر، هي كانت مسنسه به دائما مسافر في السعوديه ولا في اليمن على قبل خدمته، ولكن في الاول كانت اللي طلبتها منه كيوفرها ليها فين ما كتخصها شي حاجه ولا تبغي تشري شي حاجه، ما عليها غير تعيط عليه والفلوس كتحضر. ولكن مؤخرا بدات كتسمع شي اجوبه اللي صدموها، خرجتي عليا، ما كتشبعيش من الفلوس، بسببك ولاو عندي ازمات ماليه، ديتي ليا فلوسي، ما كتساليش من اري وخاصني وباغا هادي ونقصاني هادي. ومنال نهائيا ماشي هادشي اللي كانت باغا. منال كانت باغا راجل اللي فوقاش ما تقول له بغيت شي حاجه يكون هو موجود ويعطيها. وهنا غادي تبدا تقلب وتنبش في القصه الحقيقيه ديالو، حيت من الاول كانت حاسه بلي هاد السيد مخبي عليها شي حاجه. الراجل اللي وافقات وتزوجات به وهي ما عارفه عليه والو، وداكشي اللي كان خاصها ديرو قبل الزواج وتشوف راسها معامن غادي تكمل حياتها، دابا هي عاد توكضات وبدات كديرو. وهنا غادي تبدا تلقى صدمه من ورا صدمه. غادي تكتشف في الاول بلي السيد ماشي مهندس بترول كيف ما قال ليها، وبلي الفلوس اللي كان معيشها بهم ملي كانت في اسبانيا حتى لهاد اللحظه كلهم سلف. دوك الهدايا، الطوموبيل، الذهب، كلشي، وما ينمسلف هادشي من البنكة. والنهار اللي تلقى بمنال عرف بلي ما غاديش يقدر يتزوج بها الا اذا وراها الفلوس، وهم بلي هو رجل اعمال كبير ولا باس عليه. وفعلا هاد الطريقه نجحات، ولقى السيده باغا اللي يصرف عليها ويعيشها في الهنا، وقدر انه يتفلى عليها. ولكن في الاخير لقى راسو واحل حيت ما عنده منين يخلص هاد الكريديات كاملين. ومن هاد اللحظه بالضبط غادي يبداو المشاكل ديال بصح. ممدوح غادي يقول انت انسانه ماديه وعمرك ما راعيتي لي، وكان بان لك فحال شي بنك متنقل، دايراني فحال بسطامك، ودابا جا الوقت باش انت اللي تعاونيني. هذيك الطوموبيل اللي شريت لك كادو في الزواج ديالنا غادي تبيعيها وغادي نرد بها واخا غير جزء صغير من الكريدي اللي عليا. منال هنا طبعا ما غاديش توافق. اول حاجه لان السيد كاذب عليها في كل شيء، وزيد على هادشي سمحات فوريقاتها وخدمتها على قبله، الوريقات اللي ما كان باقي ليها والو تشدهم. وفي الاخير الحاجه الوحيده اللي خرجت بها منه باغيها تردها ليه، طبعا غادي يكون جوابها هو الرفض. هنا ممدوح من بعد ما رفضت منال انها ترد ليه الطوموبيل رجع للمغرب وبدا كيعيشها الجحيم. السبان والدق ولات كتاكلو يوميا. هنا غادي تجمع حويجاتها وغادي ترجع لدارهم على بيد من يوصلوا لشي حل اللي يرضيهم بجوج. ومع ذلك ممدوح ما غاديش يقيلها وغادي يتبعها حتى لدارهم، وهو باقي كيعاود نفس الجمله، قلت لك ردي ليا طوموبيلتي هي ردي ليا طوموبيلتي. وطبعا منال لحد الان باقي متشبته بالقرار ديالها، وعاوتاني غادي يتضاربوا مع بعضياتهم تما. وهنا غادي يهددها بالقتل والعائله كامله حاضره، وكلشي غادي يسمع هذاك التهديد وبزز باش غادي يقدروا من انهم يفكوها منه. ومن بعد ما تهدن الوضع وممدوح مشى فحالو، الام ديال منال غادي تعيا تطلبها وترغبها ترجع ليه طوموبيلته، وغادي تقول لها دابا ربي يعوضك بنتي وتلقى شي خدمه اولا تعاود تحرق لاسبانيا، المهم انت عطيه طوموبيلته ومولاها ربي. ولكن منال كيف العاده متشبته بهاد الطوموبيل اللي في نظرها هي الحاجه الوحيده اللي خرجت بها من هاد الزواج، وغادي تقول الام ديالها والله لا خداها ولا حلم بها، ضيعني ورجعني لنقطة الصفر، ودابا ما عندي كيف ندير نعاود نرجع لاسبانيا ونخدم عليكم ونعيشكم مزيان، وهاد الطوموبيل غادي تبقى ديالي كتعوض على هاد الشيء. المهم ممدوح بسبب الخدمة ديالو ما كانش كيقدر يبقى في المغرب بزاف، كان كيسافر للسعودية وكيعاود يرجع للمغرب وهكذا. وحسب الشهادة ديال الجيران ديالهم أنه كان كيدبر عليهم، أو بمعنى أصح كيرشيهم باش يراقبوها ليه في الغياب ديالو. وملي كان كيجي ما كانش كيعلمها بلي راه جا للمغرب، كيبقى مده هو مراقبها من بعيد عاد باش كيجي للدار. وهنا بدا كيتخيل ليه بلي منال كتخونه، وطبعا هادشي ما كان منه والو، كلشي تهيؤات.
منال من بعد هادشي كامل غادي تتفق مع ماماها باش تمشي تجلس عند شي ناس من العائله ديالهم في مكناس، وغادي توصيه باش واخا يجي ممدوح ما تقول ليه والو، واخا يوقع اللي وقع. دازت ايام وجا ممدوح للمغرب، وملي ما لقاهاش بدا كيصون عليها وكيعاود، ولكن التليفون ديالها كان في اغلب الاحيان طافي، وحتى ملي كيكون مشعول هي ما كتجاوبوش. هنا غادي يمشي للدار ديال عائلتها باش يسول عليها تما. غادي يلقى الام ديالها وحسب الشهاده ديالها انها غير فتحت ليه الباب بدا كيجرجرها من حوايجها وكيسولها على منال، لدرجه انه بدا كيضربها وجبد موس اللي كان هايزو معاه وحاول انه يقتلها. وهنا غادي يدخل واحد في نسابهم والجيران والاب ديالها، وغادي يقدروا من انهم يفكوها منه بواحد الصعوبه، والضربه غادي تجي في يديها حيت حامت بها على كرشها. يعني المحاوله ديال القتل ديال الام هنا كانت واضحه. هنا الام ديال منال غادي تلبس جلابتها وغادي تمشي هي والاب ديالها لاقرب دائره وغادي ديكلاري به، وغادي تقول لهم بلي ابر هادشي اللي دار ليا راه مهدد بنتي بالقتل. ولكن واحد البوليسي غادي يقول لها ايوا صافي حتى انت تلقاي السيد غير معصب وقالها في حاله غضب وصافي، دابا يتصالحوا ويتنسى كلشي. وهذا الديكلاراسيون هذا ما غادي تستافد منه بوالو. في هذا الاثناء ممدوح ما غاديش يحبس من المحاولات ديالو في التواصل مع منال، كل نهار كيصون عليها وكيعاود، حتى غادي تعيا واحد النهار وغادي تقرر انها تجاوبه وتشوف شنو باغي. وهنا في هذه المكالمه غادي يبدا يهضر معها باللاتي هي احسان، وغادي يطلبها باش تلاقى معاه ويتفاهموا على كل شيء. منال هنا غادي توافق انها تلاقاه، وغادي يقول ليها باللي عنده طياره من مطار محمد الخامس في الدار البيضاء، وبطريقته غادي يطلب منها باش تبيع الطوموبيل وتعطي ليه الفلوس يرد بهم الدين، ومن بعد غادي يردهم ليها وكاع يقدر يشري ليها شي حاجه من احسن. وهنا منال غادي توافق، كيفاش قدر انه يقنعها الله اعلم. المهم منال قبل ما تشد الطريق لعندو غادي تتصل بالام ديالها وغادي تعلمها بهذا الخبر، وغادي تقول لها باللي مع الوقيته ديال العشاء غادي نكون وصلت لعندكم الخنيفره وتما نعاود لك كل شيء بالتفصيل، وهذه غادي تكون اخر مره تسمع فيها الصوت ديال منال بنتها. جا الليل وما رجعتش للدار كيف ما وعدت ماماها، ماماها اللي تشوشات عليها، ولكن قالت مع بالها بما انها معاه وهما تصالحوا فيمكن تكون تعطلات حيت بقات معاه. بقات على هاد الحال حتى الجوايه العشرة الليل، وهنا غادي يصوني تليفونها وغادي تشوف باللي بنتها منال هي اللي كتعيط عليها. فتحت الخط باش تجاوبها حتى كتفاجأ بصوت ديال راجل كيعرف ليها راسو باللي هو من البوليس، وغادي يطلب منها باش في الحين تلتحق بهم للدار البيضاء، وغادي يقطع الاتصال. السيدة غادي تلبس جلابتها وفي الحين شدات الطريق لكازا، ومن بعد ما وصلت لعندهم سولوها واش مولاتها التليفون بنتك، جاوبتهم ايه، قالوا لها مع الاسف بنتك لقيناها مقتولة عن طريق الخنق في واحد الجردة في برشيد في الطريق اللي كتدي المطار محمد الخامس، شي ناس كانوا تما كيجريو وبنت ليهم بنتك مطيحة في واحد القنت، تصلوا بينا وملي وصلنا لقيناها ماتت وما عندها لا هوية لا والو، والحاجه الوحيده اللي كانت معاها هي التليفون ديالها، فتحناه ولقينا اخر اتصال كان فيه نمرتك وداكشي علاش اتصلنا بك. هنا الام ديالها من بعد ما غادي تعرف المصير ديال بنتها غادي تبدا تغوت وتبكي، وغادي تقول لهم ما كاينش اللي غادي يقدر يعمل في بنتي هاد الحاله من غير راجلها، وغادي تعاود لهم القصه كامله من الاول حتى الاخير. هنا البوليس والبلاصه غادي يبداو يقلبوا على ممدوح، ولكن غادي يلقاو السيد في النهار اللي ارتكب فيه هاد الجريمه مشى هارب وشد اول طياره ديريكت للسعوديه. الام كتقول البوليس ما عرفاتش علاش قتل بنتها وهما كانوا صافي تصالحوا وكانوا غاديين باش يبيعوا الطوموبيل وياخذ فلوسه، ولكن هي ما عرفاش بلي بنتها من بعد ما مشات لمكناس رفعت عليه دعوه ديال الطلاق، وهذا الشيء اللي خلى ممدوح يزيد يحقد عليها ويبدا يتمسكن عليها ويحاول يتصالح معها حتى تمكن منها وقدر يقنعها تلاقاه وتبيع طوموبيلتها، وتما فين ارتكب هذه الجريمه وفي نظره انه بهذه الطريقه انتقم منها. البوليس من بعد ما قلبوا مزيان غادي يقدروا من انهم يتوصلوا للمعلومات الحقيقيه ديال ممدوح، غادي يعرفوا بلي السيد يماني وماشي سعودي وما عنده حتى شي علاقه لا بمهندس بترول ولا برجل اعمال ومغرقها كريديات. من بعد ما تقتلت منال ونضت ضجة كبيرة على القضية ديالها لا في المغرب ولا في السعودية، ممدوح غادي يهرب لليمن، وليومنا هذا باقي هربان وحتى شي واحد ما قدر يوصل ليه ولا يشده، مع أنهم في السعودية نشروا الصور وجواز السفر ديالو ولكن بدون أي نتيجة. هاد القضية هذه كانت دارت ضجة كبيرة في الرأي العام، ولكن كل شي كيتنسى مع الوقت،
ومنال دابا توفات والحق ديالها تهضم، والمجرم ليومنا هذا باقي حر الطليق. كنتمنى ان السلطات المغربيه او السعوديه يقدروا شي نهار يلقيو عليه القبض وياخذ جزاؤه في الدنيا قبل الاخره. الاحداث اللي عندي في هذه القضيه سالاو، نتمنى اننا ناخذوها كعبره لينا، عمرنا ما نثقوا في شي واحد، واهم حاجه نقدروا ناخذوها كاستفاده لينا من هذه القضيه. هو الكذوب اكبر غلط في بدايه العلاقه الزوجيه، الغلط اللي كيدي الزواج للتهلكه. من الافضل ان الانسان يكون صريح وما يكذب حتى شي حاجه غير باش يجمل صورته امام الطرف الثاني، حيت هذا الشيء غادي يشكل لكم من بعد واحد من اكبر المشاكل بيناتكم. دعوا مع منال بالرحمه والمغفره والله يجعل مثواها الجنه ان شاء الله. وما بقى لي غير نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. واذا كان كيعجبكم حال هذا المحتوى اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس، واذا كنتوا كتشوفوني من الفيسبوك اعملوا متابعه باش يوصلكم اي جديد حطيناه باذن الله، وشكرا.